هلا بزارة السلام عبد الله مايك يفوت حيدر برا انا ما اطلع برا حيدر بطلع برا على اساس تطلع تطردني برا راد محمد طلع ماكو ماكو قانون وفشي يسمح لك انه تطلعني برا انا اعلامي وعندي قانون عندي قانون يحميني قانون حمايه الصحفيين ما من حقك تطلعني برا ما من حقك تطلعني استاذ انا اعلامي انا ما طالب المحافظه طالب مبنى تابع لوزير الصحه العراقي ما اطلع محمد ما انا موجود هنا قانون يحميني انا موجود قانون يحميني انا قانون يحميني انا ما بسوي شيء ولا ارهابي ولا مفجر حتى تمنعني انا مو ارهابي لا لا اكو واحد يقيسني اذا هو ما طشيت انا طيت 4 شهداء وحتى وين داعش هو شنو قدم انا كلش قدمت للوطن وش قدم ما اطلع محمد انا اعلامي هنا خليجي مع علي الوزير يمنعني اذا منعني مع علي الوزير انا اطلع اذا منعني مع علي الوزير انا اطلع ما اطلع والله ما اطلع ما اطلع محمد اجرني لجرني ولا حد يمدد عليه وخ والصحفيين اللي واقفين يتفرجون هذا موقف ينعزب عليهم نقيب الصحفيين هم ينعزب عليهم هذا الموقف انا مو ارهابي انا صحفي جريمتي الوحيده انه انا احب مدينتي واحب بلدي هاي جريمتي الوحيده اليوم العراقي اللي يحب مدينته يدفع لا انا ما انا لا ما اسوي شعارات انا ما حد يزودني على مدينتي انا ما وخر مدينتك زين وخر مو شعارات وخر تدفعني تعالوا يا وخر مدينتك تدفعني وخر محمد تدفعني لا تدفعني وخر ما حد يدفعني وخر ما لك علاقه حيدر وياي اذا تحب ما له علاقه وخر ما اروح وخر انا راح اطلع وخر خلي معالي الوزير يقول لي اطلع برا وانا اطلع خلي معاي الوزير يقول لي اطلع برا وانا اطلع انا جيت هنا على مود اكو شهداء وقعد نسال ما عندي مشكله خلاص يجي معاي الوزير يمنعني وهي محسوبه على سيد نقيب الصحفي ثاني مره يتعامل بهاي الطريقه بس اسكت الوزير خلاص ماشي خل واحد من عندكم يصير واحد عنده شجاعه يروح يحكي كاميرا موجوده كاميرا عندك موجوده خلي كاميرا عندك كاميرا خلي كاميرا محمد انت صديقي وتعرفني واحنا اصدقاء خلي كاميرا هذول ما باقين خلي كاميرا حبيبي خلي كاميرا عزيزي عندك كاميرا عندك كاميرا لو لا لوجو عندك كاميرا تعال انزل يقول عندي كاميرا وعندي لوجو عندك كاميرا عندك لوجو تعال انزل تعال انزل ليش زيرو قرار موبايل شخص ممنوع بس معالي الوزير انا اعلامي من مدينه كربلاء جئنا بناء على دعوه من مدير اعلام حضرتك اليوم السيد المحافظ يمنعني من حضور هذا المؤتمر ذنبي الوحيد انه انا دافع عن مدينتي وهنالك قتلى وجرحى قد سقطوا انا ما اسوي خطابات مو اتفق اقرا محمد وانتهى الموضوع بعد شنو الموضوع بعد مو اتفق اقرا مو قلنا كاميرا وعندك لوجو لا انت ما مو عندك قناه المفروض الصاحب استاذ ذاك يوم تجاوز عليه وما جاوبت انت تجاوز عليه وما تجاوز عليه استاذ جاوز علينا وما تجاوز عليه كل الاعلاميين الموجودين تجاوز عليه وما جاوبته حيدر شباب قوات امنيه انا ما احكي وياهم انتوا كلكم زملائي هذا موقف يحسب عليكم احمد اذا تقبلون نتعامل باشر اكسر وياكم كليتكم انا ما مسوي شيء مو مجرم انا بس دا اسال بالمؤتمر كاميرا وعنده بعد ما جاوز اصلا حتى علي وانتوا موجودين سويت فشي يعني ليش ساكتين احمد كلكم السؤال ما جركم سويت فشي شنو اللي سويته اني هاي بس وليد يعني يحكي وزينب وذاك اليوم هم من فندق البارون بس 2 نسوان حكي لا احنا ما نسمح لاي راح تبقون على مود الموتى بس لا حيدر خلاف قول ما عندي شيء انا شنو سويت انا شنو علاقتي مو قال لي صيحه خليت فاهمه يا وليد انا سويت تعال خب انا سويت قولوا له انا سويت قولوا له انا اسولف وياهم تعال انا ما ادري شنو طاب جوا مو طاب جوا بالمكتب مو يمه نعم دكتور دكتور بس لحظه خليني احكي دكتور الو دكتور تسمعني دكتور هسه اكو كان مؤتمر مسويه
بالمستشفى وقفت قدام هذا ويا الاعلاميين. اجى المحافظ عاف الناس كلها اجى عليه قال لهم هذا ما يوقف بالمستشفى دز الحمايه عليه جروني طلعوني بالقوه هسه والله باث على صفحة ثانيه مباشر كانت الاعتداء اللي صار عليه وانا كل شيء ما حكيت حتى الوزير بيعطي الوزير سحب الوزير من قدام وكل شيء ما حكيت ولا فكيت حكي اصلا انا ما علمت صوقه الناس دكتور والله دكتور ما انا ما حتى اذا انه هيك شوي يطلق انا عادي انسحب والله يعني ما ادري اسوي شنو جريمتي يعني شنو جريمتي يعني ايش اسوي يعني هذا اللي يحب بلده وش يسوي وش يتعاملون وياه خلاص بعد خلينا نروح نشتغل عملاء مثل ما يقولوا علينا صهاينة ونخلص منه. حيدر تمام ما عندي شيء.